أهلنا الكرام من أبناء محافظة المنيا، الشعب المصري العظيم، السيدات والسادة، الحضور الكريم، أبدأ بكلمتي اليوم إليكم بتحية واجبة إلى أهل صعيد مصر الكرام بصفة خاصة وإلى كل الشعب المصري بصفة عامة. لسه ما قلناش حاجة. ذلك الشعب الذي يسطر كل يوم ما يدلل على عظمته وأصالته الممتدة بامتداد تاريخ أمتنا العظيم، الأمة المصرية التي صنعت الحضارة وكتبت التاريخ وتسعى بدأب الحاضر لصياغة المستقبل. وإنه ليوم جميل أن أتواجد بينكم اليوم في صعيد مصر الطيب، وكم كانت سعادتي وفخري حين شاهدت كيف صنعت أيادي المصريين الإنجاز ورسمت جهودكم المخلصة خارطة جديدة للوطن، وتفاؤلي بشباب مصر الذين يصنعون التاريخ ويزرعون الأمل ويبنون مجداً بلا حدود، وثقتي في قدرتهم مطلقة. وتلك الإنجازات التي تصنع بعزائم المصريين جميعاً إنما هي دلالة واضحة وإشارة أكيدة على حيوية أمتنا وامتلاكها للقدرة. وأؤكد لكم بشكل قاطع إننا ماضون في استكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأناها معاً، والتي تزامنت مع إرادتنا الوطنية في استعادة الوطن والحفاظ على بقائه واسترداده ممن أرادوا سلب هويته.